اخترت في هذه الإطلالة كتابين، الأول حققه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وعنوانه القصائد الحكيمة بين الأسى والشكيمة من شعر الشيخ صقر بن خالد القاسمي، وصدر هذا الكتاب عن منشورات القاسمي. أما الكتاب الثاني فهو عبارة عن دراسة أدبية في جمالية المكان في الشعر الجاهلي لمؤلفه الدكتور حسان فلاح أغلي. قدم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لهذا الكتاب بتوضيح جانب عزيز في حياة الشيخ صقر بن خالد القاسمي رحمه الله، وهو الجانب الثقافي العالي. يلاحظ المؤلف هنا أن الشيخ صقر بن خالد كان يتمتع بثقافة رفيعة، كما كان عارفا بآداب العربية وعيون الشعر العربي، ما جعل شعره يأتي فصيحا بليغا، كما برز جهد سموه البحثي في اشتغاله على متون القصائد، حيث قام بتحرير نصوصها وضبط مفرداتها كدراسة ينتفع بها المهتمون بالشعر والأدب والتقاليد والتاريخ واللغة وغير ذلك من مجالات الثقافة والمعرفة الإنسانية. وحول عنوان الديوان يبين الدكتور سلطان القاسمي أن التسمية واضحة في القصائد لما بها من حكم وترديد للأسى والحزن والشكيمة، وهي الأنفة والإباء وعدم الانقياد. ما يزيد من أهمية تحقيق هذا الديوان أن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وضع النصوص في سياق التاريخ، أي في سياق الأحداث التي ألهمت الشاعر قصائده. كتب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقدمة قصيرة لكل قصيدة توضح مناسبتها وسبب قولها، باعتبار ذلك منحا مهما في دراسة الأدب يساعد على فهم تطور لغة الشاعر في قصائده، التنوع تصوير الأدبي وبلاغته تجاوبا مع تطور الأحداث التي مرت به، كما يساعد في معرفة أسماء بعض الأعيان والشخصيات، وكذلك التطورات الاجتماعية والتاريخية وآثارها في نفس الشاعر. كذلك تأتي أهمية تحقيق هذا الديوان من المفردات الواردة في القصائد المحققة والعناية بضبطها لغويا. يقول المحقق: وعنونت كل قصيدة بمضمونها وأرخت زمن كتابة القصيدة، كما قمت وأعربت الكلمات وبينت وجهها من الإعراب وأوضحتها. وبحسب فهرس التحقيق فقد قام سموه بجمع 8 قصائد من أشعار الشيخ صقر بن خالد القاسمي رحمه الله: القصائد الحكيمة بين الأسى والشكيمة من شعر الشيخ صقر بن خالد القاسمي، تحقيق الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كتاب من إصدار منشورات القاسمي الشارقة. وهذا كتاب في الأدب صدر عن نادي تراث الإمارات بأبوظبي، وعنوانه جماليات المكان في الشعر الجاهلي لمؤلفه الدكتور إحسان فلاح أغلي، الذي ينطلق من أهمية المكان وحضوره العميق في الشعر الجاهلي.
يقف المؤلف في هذه الدراسة عند بعض الملامح الجمالية في دراسة المكان وجمالياته في الشعر الجاهلي، ويلاحظ أن معظم استهلالات الشعراء في قصائدهم المطولة بدأت بالمكان بصورة أساسية، حتى إن الأسماء المجردة للأماكن كما يذكر الكتاب تتوالى وتحتشد، وكأنما يتمسك الشاعر من خلال ذكرها بجزء من روحه المغامرة عبر الفيافي والصحارى. إذن تحاول هذه الدراسة بفصولها الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب الوقوف عند بعض الملامح في دراسة المكان وجمالياته في الشعر الجاهلي. الفصل الأول الذي جاء كمدخل إلى دراسة المكان كان بمنزلة مقدمة لدراسة المكان عامة، فعرض لمفهوم المكان في اللغة، ثم في الفلسفة، ثم في الدراسات الجمالية والنقدية المعاصرة. أما الفصل الثاني فقد تحدث عن الثنائيات الضاجة بالجمالية، سواء في ذلك الجمالية الإيجابية والسلبية، مما يذكره ويثبته هنا بهذا الخصوص عن أحد الشعراء وهو المثقب العبدي، يقول: أما المثقب العبدي فإنه يغالب دموعه وتغلبه، وتستثير الديار قديم أحزانه التي يضيق عنها صدره في ليل غابت عنه النجوم، إنه اجتماع لمفردات المأساة، ليل ونزف وعبرات ومشاعر وقلب مثقل بالحزن والهموم. وفي فصل آخر من الكتاب يتحدث المؤلف عن المكان والموقف المأساوي في محاولة لتقصي الموضوعات التي كانت تفرض الحزن والألم وتهيج أشجان الشاعر الجاهلي. في الفصل الرابع يوضح المؤلف خصوصية البيئة الجاهلية وما فرضته على الشاعر من حياة وشعر من خلال رصد المكان وما يتمتع به، وخصص الفصل الأخير لدراسة اللون وأهميته في المكان عند الشاعر الجاهلي، مفصلاً القول في هذا الباب في رؤية الجاهلي للون ضمن إطار بيئته المكانية التي يتحرك فيها. جماليات المكان في الشعر الجاهلي لمؤلفه الدكتور حسان فلاح أغلي، كتاب من إصدارات نادي تراث الإمارات، مركز زايد للدراسات والبحوث، أبوظبي.